عندنا. ايه خضيتك؟ لا يا ابن الذين، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه، انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها؟ انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا يا شعبان، اروح في 60 داهية. طيب انا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينب. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي. مش عايزه اسيبك. انا كمان يا زينب. ما نجيب قبلة في الحوسه اللي احنا محجزينها دي. يا شعبان. يلا الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجال، فريد اللي قتل الرقاصة. امسك يا ولد، اجري يا ولد، علق عليه. انا هقول لكم، هقول لك كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت يا راجل. هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم، انا بقوله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه طيب، عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله، بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان؟ يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الصورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهزقك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجرنان ايه؟